في مبادرة خيرية نظمها قسم حقن الدم لولاية غليزان بالتنسيق مع جمعية جزائر الخير، توافد العشرات من المواطنين لهذه العيادة المتعددة الخدمات من أجل التبرع بالدم، حيث أشرف على هذه العملية طاقم طبي مختص، وهذا بهدف تدعيم بنك الدم المحلي بما يحتاجه من زمر دموية توجه للمرضى. أنا نقوم بعملية حملة تعتبر بالدم لفائدة المرضى مستشفى محافظة الاتياف، وهذا بالتنسيق مع جمعية الحياة للتبرع بالدم. على كل حال السونتر دو ترانسفيزيون سانغين تقريبا يوميا خرجوا حوالي 20 كيس دم يوميا لي بي اس ال برودوي سونغ، سواء دي سون ولا دي بلاكات ولا دي بي اس سي، مي سي تو دي سون. ونا رماركي بلي كاين نيك طلب كبير للدم اللي هو مادة حيوية، ولاحظنا بلي كذلك بلي كاين يعني قلة المتبرعين، كاين عزوف خاصة فيما يخص الزمر النادرة. لهذا يعني نشكر المتبرعين اللي جاو اليوم هنا عندنا، ونطلب جلوس الميساج يعني النداء للناس سكان مدينة غليزان باش يتصلوا بنا وباش يجوا للمصلحة، يعني كيشوفوا كوردوني دي سون، باسكو قلت لك كاين طلب كبير عليه، خاصة كيما مصلحة تاع الولادة ولا مصلحة تاع الأورام ولي موديالجي سيرفيس دو بيدياتري. أنا تقهويت ماك صايم؟ لا قهوة بعد باش متبع عن طبوب على مرض هكا ولا نو ولا بس عليك. الحمد لله. حملة التبرع هذه استحسنها سكان مدينة غليزان. بارك الله فيهم، الله يعطيهم الصحة. رام يتبرعوا بالدم لخاوتنا المرضى، ماذا بكم إن شاء الله بربي، يعني أفضل حاجة، يعني حتى ولو ما عندكش دينار ولا دراهم بها تصدق، الأقل أقل شيء تصدق من الحاجة اللي عندك. الإنسان ماذا به كل خطأ يجي يقلع الدم، تبرع للمرضى، ناس كاين اللي راه مرضى، كاين اللي بنات، كاين النساء، ماذا به واحد يتبرع. نتمنى هذا المواطنين إن شاء الله يشوفوا في هذا المرضى اللي راهم مساكين ديرهم في السبيطار. جميلة هي الحملات التحسيسية الاجتماعية التي توجه لمساعدة المواطنين، كونها تحد من العادات السلبية وتغرس روح التضامن في أوساط المجتمع، لكن الأجمل من ذلك هو أن تعمم هذه المبادرات وأن يلتزم بها الجميع.